إذا مشاهدين، إنه اليوم الثالث على العملية التي تشنها هيئة تحرير الشام النصرة سابقا وحلفاؤها من الفصائل الموالية لتركيا في حلب. ثلاثة تطورات وصفت بالهامة شهدتها الساعات الماضية. أولا، مقتل مستشار إيراني يدعى العميد كيومرث بور هاشمي، وهو حدث يشير إلى أن هذه التنظيمات اقتحمت مواقع تعتبر مواطن تمركز الميليشيات الإيرانية في ريف حلب. ثانيا، سقوط خط دفاع الجيش السوري الثاني والثالث عن مدينة حلب، وتمهد لدخول النصرة والتنظيمات المسلحة أول أحيائها. أما التطور الثالث فيتمثل بوجود بصمات تركية استراتيجية في خطة الهجوم. وخلال تقدم هيئة تحرير الشام برز مؤشران هامان. الأول تمثل باقترابها أكثر من مواقع مهمة مثل عندان وحريتان وحيان، وبالتالي قطع طريق حلب غازي عنتاب وفرض حصار على بلدتي نبل والزهراء، الموطن الأساسي للميليشيات الإيرانية. أما المؤشر الثاني فكان إعلان السيطرة على الزربة جنوبا والاقتراب أكثر من خان طومان وكذلك العيس وتلتها الاستراتيجية، وبالتالي أصبحت كاشفة لحي حلب الجديدة. وبالسيطرة على خان العسل، فإن هيئة تحرير الشام تكون قد قطعت عمليا طريق M5 بشكل كامل. المصادر تقول بأن أكثر من 250 كيلومترا مربعا باتت مساحة السيطرة الجديدة لهيئة تحرير الشام. وعن سيناريو السيطرة تتحدث المصادر عن ظهور بصمات تركية تكمن في تزويد الجيش التركي للمسلحين بمعلومات عسكرية واستراتيجية عن مواقع الجيش السوري وأيضا الميليشيات الإيرانية.